السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وجبة عشاء اللي كتجي اكثر من رائعة، مكونات بسيطة اقتصادية والنتيجة طوب. فخليكم معايا الى الاخير باش تشوفوا معايا الوصفة اليوم. والى عجبتكم هذه الوصفة هذه ما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتشجيعات ديالكم بالتعاليق، وكذلك ما تنساوش تتابعوني على الانستغرام، غادي نخلي لكم الرابط ديال الصفحه ديالي اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. كيف ما كتشوفوا معايا انا اول خطوه عندي كميه من صدر الدجاج، عندي 500 غرام اللي تنقطعها الى شرائح اللي كتكون هكا رقيقه. من بعد ما غادي نكملها غادي ناخذ واحد المقلاه اللي غادي نوضعها فوق النار، وغادي نوضع فيها هاد الصدور اللي قطعتهم. ثم غادي نضيف المليحه، شويه ديال الملح حسب الذوق، واحد نص معلقه ديال الخرقوم البلدي، نص معلقه ديال التحميره او بابريكا، ربع معلقه ديال سكينجبير، ربع معلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار، ونص معلقه ديال القزبر يابس. وكنضيف زيت الزيتون ما يعادل واحد الملعقه كبيره، وغادي نخلي هاد الدجاج كيتشحر فوق نار مهيله على ما نوجد باقي المكونات. من بعد غادي ناخذ واحد نص بصله صغيره، فانا غادي ناخذ بصله كامله غناخذ منها فقط النصف، غادي نضيفه للدجاج والنصف غادي نكمل به الوصفه ديالي. هنا عندي البصله قطعتها رقيقه، وكذلك الفلفله حمراء اللي قطعتها حتى هي رقيقه بزاف، وغادي نخلي المكونات كيتشحروا مع بعضهم. بعد ما غادي نضيف شويه ديال القزبر المعدنوس مقطعين، فانا هنا عندي قزبر ومعدنوس لي كونجلي، ممكن تضعوا قزبر ومعدنوس تيكونوا هكا طريين كيكون احسن. صافي غادي نغطي عليهم وغادي نخليهم في نار مهيله حتى كيتشحر الدجاج مزيان وكطيب هاد الخضر كامله. من بعد غادي ناخذ واحد الطنجره اللي غادي نوضعها فوق النار، كنضيف واحد الملعقه من زيت الزيتون، هنا ما يعادل ملعقه من كبيره غير مملوءه من زيت الزيتون، وغادي نضيف النص ديال البصله اللي بقات. كنضيف المليحه، فالملحه دائما البنات كتبقى على حسب الرغبه والذوق. صافي وغادي نخلي هذه البصله كتشحر على عافيه مهيله، فدائما لما كنوضعوا زيت الزيتون تنخليو النار تكون هكا مهيله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما تشحرت البصيله مزيان مع زيت الزيتون والملح، في هذه المرحله هذه كنضيف شويه ديال القزبر المعدنوس، ثم غادي نضيف واحد زليفه صغيره ديال المطيشه. فانا هنا عندي مطيشه طماطم جاهزه، ممكن تعوضوها الى عندكم مطيشه موجوده في الدار، اولا ممكن توجدوها بمطيشه طريه تحكوها بعد ما كتزولوا ليها الزريعه ديالها. فهنا ضفت شويه ديال عفوا ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم فقط، وكنحرك مزيان حتى كتشحر مزيان هاد المطيشه مع البصله ومع الربيع، وفي نفس الوقت راه كيتحل لنا الربيع كيف ما كتشوفوا معايا. ثم غادي نضيف الماء في درجه الغليان، فغادي نروي على هاد الصلصه هادي. فانا الماء غليته من قبل،
نضع كميه ديال الماء، ثم غادي ناخذ 250 غرام من الشعريه اللي كتكون متوسطه. الشعريه اللي كنوضعوا في الحريره هي هذه كما كتشوفوا، انا ضفت تقريبا 250 غرام وتنحرك. بعد ما غادي نحرك فانا غادي نشوف الى خص الماء، غادي نضيف الماء فكنغطيو عليها بالماء، لان هاد الشعريه هادي راه كتشرب الماء، فغادي نغطي عليها بالماء المغلى وغادي نخليها فوق نار مهيله 10 ديال الدقائق كتكون واجده معنا. صافي هنا غادي نغطي عليها نخليها تطيب. بالنسبه للدجاج كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما خليته كيطيب مزيان فهنا الدجاج صافي راه تقريبا راه واجد. ففي هذه المرحله هذه غادي نغطي، غادي عفوا نعري عليه نحيد الغلاقه وغادي نخليه كيتشحر حتى كينشف، ما تبقاش فيه المرق نهائيا. غادي نخليه يتشحر شويه واحد 3 4 ديال الدقائق صافي، وغادي نطفي عليه النار بعد ما غادي يكون نشف من الماء نهائيا، ما بقاش فيه المرق على ما توجد معنا الشعريه. وغادي ننزلوا الاكله ديالنا في طبق التقديم ونرجع معكم تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. انا بالنسبه للشعريه كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما مرات 10 ديال الدقائق صافي ها هي واجده، فكتجي على هذا الشكل، فسهله بزاف وكتجي لذيذه لذيذه بزاف البنات. غادي نقلبها واش طابت، تنقسموها هكا، الا تقسمات لينا صافي راه هي طابت كيف ما كتشوفوا، صافي راه هي واجده. هنا بعد ما نزلت الشعريه ديالي في صحن ديال التقديم كنضيف ليها الدجاج المشرمل، وبهذا البنات راه تنحصلوا على واحد الطبق اللي هو لذيذ جدا، طريقه جديده واقتصاديه وغير مكلفه، هكا تنوعوا في الاطباق ديالنا. فنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ومره اخرى البنات الى عجبكم الفيديو اليوم ما تنساونيش ملي لايك ديالكم وتشجيعاتكم،